يعني اهم الاخبار اللي قريناها مع حضراتكم في المواقع واللي بتخص النادي الاهلي بالتحديد، نبتدي بالشروق وان مستر لاسارتي اكيد هيجتمع مع جهازه المعاون لوضع خطه مباراه بطل الجزائر. عجبني جدا التعاون اللي موجود ما بين مستر لاسارتي وبقيه اعضاء الجهاز بشكل كامل، وفي دايما مشاورات ما بينهم للاصلح بالنسبه لتشكيل الفريق في اي مباراه بشكل عام. مباراه الغد اكيد في تشاور كبير، في كلام كتير ما بين الجهاز الفني في ظل غياب بعض العناصر الهام عن مباراه بكره ان شاء الله، في ظل كمان تواجد عناصر جديده في صفوف الفريق ابرزهم ياسر ابراهيم وحمدي فتحي بجانب حسين شحات ورمضان صبحي اللي خلاص لعبوا المباريات السابقه، بالتحديد اخر مباراه لعبها حسين شحات كانت اول مباراه ليه، ان شاء الله دي تكون ثاني مباراه ليه، ان شاء الله كل العناصر الجديده تكون اضافه قويه لفريق النادي الاهلي في مباراه الغد ان شاء الله يحصدوا 3 نقاط هامه في مشوارهم الافريقي.